ولادته إلى لقائه بأبيه النبي يعقوب بعد غياب طويل. يتكون المسلسل من 45 حلقة، وقد استغرق تصويره 3 سنوات تقريبا. لكن رغم النجاح اللي حققه المسلسل ده، لكن في أخطاء إخراجية هنتعرف عليها في الفيديو ده، بس تابعوا معانا الفيديو للنهاية. الخطأ الأول، حدث هذا الخطأ في الحلقة الأخيرة بعد أن التقى يعقوب عليه السلام بابنه يوسف. هذا يوسف قرة عيني، يوسف ضياء بصري. وجاء خلفهم آلاف الناس، حيث ظهرت امرأة وهي تحمل شنطة كتف حديثة. وبالطبع في هذا الوقت لم يكن هناك شنط كتف أصلا، فمن أين جاءت بها؟ السؤال لكم، لكن أنا من وجهة نظري أنها ممثلة من الممثلات، لكنها ظنت أنها بعيدة عن الكاميرا وأن عدسات الكاميرا لن تلتقطها، وهكذا ظهر الخطأ في المسلسل. الخطأ الثاني، عندما دخل يوسف الصديق قائد الحراس، هو من حذر يوسف من السجناء. أشدد عليك أن تتجنب العراك مع سجناء زفيرة، إنهم مخلوقات خطيرة جدا. لكن ليس الخطأ هنا، لكن الخطأ بعدها. عندما كان يوسف في السجن، قال مدير السجن قيدمون: قلت لك من قبل لا تتشاجر مع سجناءك. وليس هو من قال، لكن الذي قال هو قائد الحراس: قلت لك من قبل ألا تتشاجر مع المساجين، وبدأت فور وصولك. الخطأ الثالث، ظهر هذا الخطأ في الحلقة 28، وأثناء تشييع جنازة بوتيفار ظهر خطأ فادح جدا. لا أعلم كيف لم ينتبهوا له، حيث ظهر على المركب أو القارب مجموعة من الأشخاص كانوا بيلبسوا ملابس حديثة. الواضح أنهم كانوا من طاقم التصوير، لكن يا جماعة الخطأ ده من أكبر الأخطاء اللي وقعت في المسلسل، وهكذا ظهر الخطأ. الخطأ الرابع، وذلك عندما كان أخوة يوسف يجدون طريقة للخروج من مصر دون أن يراهم أحد، لكن ظهرت وراءهم سيارة بيضاء بشكل واضح جدا. ولكن بالتأكيد إن ما كانش في سيارات في الوقت ده، فمن أين أتت هذه السيارة؟ الإجابة لكم، لا أدري كيف لم يلاحظها المصور، وهكذا ظهرت في المسلسل. فلنبتعد من هذا المكان على فترات، لا ينبغي أن يرونا جميعا معنا. أنا كنت بفتكر إن أسلحة الرماح اللي تم استخدامها في المسلسل ده مصنوعة من الحديد، وأكيد أنت كده برضو. لكن يا جماعة الحقيقة إن الأسلحة دي كانت مصنوعة من البلاستيك، وده اللي اتضح لينا في مشهد هجوم حراس معبد أمون على موزعين القمح. اتضح ان الرماح مصنوعة من البلاستيك، وهكذا ظهر الخطأ في المسلسل. عندما كان يوسف يقرأ قصة لكوديفار، نرى بشكل واضح ان في جرح على شفة يوسف. أمون لا يعد كونه وثنا من صخر، وليس من الحكمة في شيء ان يعادي المرء صخر. لكن في المشهد الثاني لما يوسف رجع لغرفته كانت شفة يوسف شفيت من هذا الجرح بسرعة. لا أعلم كيف لم يلاحظوا هذا الخطأ. اللهم اهدي بوتيفار وزوجه زليخ. الخطأ السابع، عندما خرج الكاهن من غرفة كوديفار كان يمشي بشكل سليم.
ولكن عندما وصل إلى الخارج صار يعرج. لا أعرف ماذا حصل له، قد يكون وقع على الطريق وأكمل المشهد. الخطأ الثامن، هنا يوسف أخبر مالك بأنه نبي، هذا واحد، ومرة تانية أخبر زليخة إنه نبي. أنا في السماوات مكتوب من النبيين، ومعاذ الله أن أكتب في الأرض من العاصين الزنات. لكن الخطأ اللي معانا إنه يوسف قال إن دي أول مرة يقول للناس إنه فيها نبي. أما الآن فسوف أخبركم بشيء لم أخبره أحدا قط، أنا أحد المرسلين من قبل الله الواحد الأحد. لكن يا جماعة مش معقول إن نبي يكذب، أستغفر الله، ده خطأ واضح من كاتب السيناريو. الخطأ التاسع، من الأخطاء اللي محدش ممكن يصدقها خالص لأنه خطأ شديد قوي. ظهر إن أم يوسف رحيل ماتت لما كان سيدنا يوسف صغير. جدد العهد بقبر أمك والنغادر. وإن عمته هي اللي تولد تربيته، لكن في الحقيقة إن أم يوسف لم تمت بل عاشت وجاءت مع يعقوب إلى مصر. والدليل في الآية الكريمة من قوله تعالى ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا. الخطأ العاشر، عندما علم الملك أن طعامه مسموم نادى برموا. برموا برموا، ولكن دخل عليه هولن هوب. نعم يا عالي المقام، ألقي القبض على هذين الخائنين. وفي الحقيقة لا يوجد شخص اسمه برموا. ربما أن هذا الخطأ من الأشخاص الذين قاموا بدبلجة المسلسل. الخطأ الحادي عشر، احنا كنا بنفتكر يا جماعة ان التماثيل اللي في المسلسل تماثيل حقيقية ومصنوعة من الحجر، لكن اكتشفنا انها مصنوعة من البلاستيك. شوفوا ازاي بتتحرك لما كان واحد من الحرس بيقع عليها اثناء الخناقة دي. الخطأ الثاني عشر، لما كان يوسف بيوزع الطعام على العبيد كان في تفاحتين في الطبق، والتفاحتين يا جماعة خلصوا، واحد خد واحدة من الجنب ده وشخص اخر خد من الجنب التاني التفاحة التانية. لكن وفي نفس المشهد لما تم تغيير زاوية الكاميرا لقينا ان التفاحتين موجودين في الطبق بعينه. لكن المشكلة مش في كده، المشكلة ان اللي اخد التفاحتين كانوا نفس الاشخاص بعينهم، ازاي ما اخدوش بالهم من الخطأ ده. الخطأ الثالث عشر، الخطأ ده يا جماعة حصل لما كان الكهنة يتجادلون، وبنشوف بشكل واضح ان السيف نظيف تماما، لكن مع تغيير زاوية التصوير ظهر ان السيف في علامات دماء. لكن السؤال، من اين اتت هذه الدماء؟ وهكذا ظهر الخطأ بالمسلسل. انه كاهن معبد امون الاعظم الاخباب، ونجاة المعبد فسوف ينجو هو ايضا بعد نجاة المعبد رغم عدم جدوى هذه المقاومة. الخطأ الرابع عشر، حدث الخطأ ده لما كانوا بيقتحموا المعبد، ظهر جندي واحد وقع على الارض ومن حوله شخص اخر بجواره، لكن في نفس اللحظات ومع تغيير زاوية التصوير ظهر جنود كتير وقعين على الارض، ما نعرفش جو منين. والخطأ ظهر في المسلسل بالشكل ده. وبكده يا جماعة نكون وصلنا معاكم لنهاية الفيديو، اشكركم على حسن المتابعة، استنونا الفيديو الجاي والسلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد.